الغرفه هذه مالت المرحوم، حقي انا مو حقك انتي. ليش ان شاء الله حبيبتي؟ انت شنو احسن مني فيه عشان تاخذين الغرفه؟ يعني مني حبيبتي انا الثانيه، ام الكبار عيوني، انت على شنو بتاخذينها؟ حبيبتي انا الاخيره المدلعه الصغيره عند ريلي وعيالي. انت المدلعه الصغيره يا معوده، هو لو عايش وعلي كان طق عليك الرابعه من شين الوي. صج كان طق علي انا الرابعه؟ إيه؟ انت تدرين حبيبتي ليش خداني عليك؟ ليش؟ لانه ما يحب يقعد عندك، ما كان اللي يجيني انا ويروح عند جميله. انت وكان مجاب لكم المرحوم؟ الله يعلم، الله يعلم ايش كان يحكي ويقول لي. حبيبتي انا الكاكاو مالته، انا حبه الاولي والاخير، ولا انت شكو 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 جاب لك؟ انت ايش تبين؟ انت ليش تبين يا الحيه الرقطه يا بواقه الريايل؟ انا حيه؟ ايه انا يا شنو؟ يا شنو يا شنو يا شنو؟ ها بس تدين حجك ولا يا زبيده؟ احترمي نفسك جنيه. ايه جابر، ولا اذا ما احترمتي نفسك وحلش تلحقينه خش تلحقين ما تستحين من خلاص. شوفي امك جايه بتسحب، تبي تاخذ الغرفه الحلوه العوده الكبيره. ايش فيكم؟ انا من اخليكم دقيقتين تهاوشوا؟ هد بالك، خليت عقلي هذا ياكل طولكم، اطول منكم يمه، خلاص ما يصير كذا. هد بالك لا تعصب، امك الياهل، انا ماني ياهل، انا صدق خداني صغيرونه مدلعه وعيالي كبار، بس امك الياهل الا تبي الغرفه حقها. ايه حبيبتي ابيها حقي، عيال حقك يا زين السرج على البقر مالت عليك. اصلا الغرفه غرفه خالتي جميله. تخلخلت حنوشك. اي والله. صح كلامه يا جماعه، الغرفه غرفه مرتبه جميله. في علي ريال؟ لا 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 لا، بس انا قايلت له ما احب يناديني بلقب مرتبوي. ايه اي لا، هذه مو حق يعني. غلطان مرتبوي؟ سمعوني زين، قولوا حق مرتبوكم هذه تشيل اغراضها وتطلع من بيتها، هذا البيت بيتنا. شوف عاد، الورث من حقنا احنا، متنغنغة في العز والدلال والحلال طول هالسنين وبوك قضب عنه. ايه عفا مرتبوي، الحين ابوي ماسك الحلال عنكم؟ ما تقصد يا اخوي، ابوي ابو الكرم. على العموم البيت هذا كلكم لكم حق فيه، بس هالغرفة حق مرتبوي جميلة، عاشت ويا ابوي فيها 25 سنة، ما تيون انت الحين تبون تطلعونها منها؟ ما يصير يا يمه، عيب، حرام حرام يا مرتبوي. انا بفهم انت ولدها ولا ولدي؟ يعنيت انت؟ عفي عليه، صج ريال ولد سنع. جمال 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 جمال، الحين أنا عرفتك، مو أنت كنت موجود لما توفى المرحوم ريلي صلاح؟ بلى. ليش ما قلت لي إنك ولده؟ زين شو صاير؟ قول لي فهمني. انا محتاره، ماني عارفه ليش هذا الغموض كله. انا عايشه في غموض، محتاره. لا لا ماك شيء غامض ولا شيء تحتارين فيه، انا ولده وهو طلبني لما حس انه بيموت. لا والله، انا كنت دائما اشوفك في محل المجوهرات، ما احس انه هو ابوك وانت ولده، احس ما ادري طريقته معك كأنك عامل او موظف عنده. هذه أوامر أبوي الله يرحمه. شلون يعني؟ معقولة؟ أنا آسف مرتبوي، لازم أمشي مستعير. لا لا لا، أنا اللقب هذا أنا ما أحبه، لا تناديني نو نو مرتبوي نو. أوكي مرتبوي. لا خير. نعم لاحقتني للمطبخ، ايش تبين؟ والله وناسه انتي لما يصير مطبخ ابوك تحت شي. والله مطبخ وبيت ريلي الله يرحمه. ما يتبع
يعني انا مو ريلي مو مطبخي بعد مثل ما هو مطبخك ولا ايش تبين انتي؟ انتي ليش تبين؟ خليني اطبخ ما ابي اشوفك. اوف خوش ريحه حريمتك ولا حبه. ايش رايك زبيده؟ رايب شنو خيزرانة؟ نسوي هدنة. شنو يعني؟ يعني لمتين نجرى وهواش ونطق بعض ونهاوش بعض لمتى كبرنا وعيالنا كبروا. أنا أقول يعني لو نعقل وتعطيني الأمان وأعطيك الأمان. وي أنا أعطيك الأمان؟ لا بالله ما أعطيتك الأمان، أنت واحدة غدارة عيارة. يا الخبلة، مو أنا قاعد أقول لك كذي علشان نفكر ونخطط شلون نطلع جميلة من البيت. وولد الجمال ما عليك منه، خلي علي أنا. موافقة بس على شرط. وشنو شرطك هي الداهية؟ غرفة جملة وحقي. صدق إنك أم الدواهية الداهية. لا حبيبتي، الغرفة حق المدللة اللي ما يفارقها ريلها. صدق صدق هاتش هاتش المدللة. أنا خايفة خايفة وايد وايد خايفة. أنا أكثر منك خايفة. وأنا هم من خايفة، أخاف أطلع برا الغرفة والقاهم جدامي متربصين لنا. متربصين لنا؟ نعم. طلعتي مبهينة يا وسون، مع أن أبوك كله يسقط باللغة العربية. هاي تدرين جميلة؟ عيونهم كلهم على غرفتك. حريمتهم حريمتهم يأخذون غرفتي. هذه غرفتي ما حد يقرب منها، لو يموتون ما يأخذونها. بس شنو؟ ما عندي أهل، ما عندي أحد يوقف لي، ما عندي عزوة، ما عندي ظهر، ما عندي أحد. أفا عليك بس يا جميلة، وإحنا وين رحنا؟ أفا يا خالتي أفا، إحنا عزوتك، إحنا أهلك، صراحة زعلتيني خالتي. يعني تعهدوني إنكم توقفون معي على الحلوة والمرة ولا تتركوني؟ قايلة ما عندي أحد، قايلة أنا مالي سند ولا لي حبايب، ما عندي حبايب. يا حبايب يلي ناوين الرحيل، شكوى لقلب حبيب اللي راح. يا حبايب بدت تغني. امشي امشي. عهدوني على الحلوة والمرة وانكم ما تتركوني ابد ابد. انت عهدت على الحلوة والمرة وان ما نتركك ابد ابد، واللي فيها فيها. فتش الباب يا جميلة، خلي هاليوم يعدي على خير. استاذة جميلة لو سمحتي فتش الباب، عندي لك مفاجأة. وي ما عرفتك. انت عشان تطلع نصير ذرابة. افتح الباب. تبي صجج؟ هذه خيزران، لا تفتحين الباب. اصلا ايه يا وزبيده ناويين على النية قشر، شلون تفتحين الباب؟ كل هذه واسمها خيزران؟ عيلانه شنو اطلع؟ يا ما يا ريت سميتيني خيزران، سمح لي من اسمي. وسون ايش فيك؟ احنا وين وانت وين؟ اصلا اسمك احلى بعد. جميلة ما راح افتح الباب يا خيزرانه، سمعتني يا زبيده ما راح افتح لكم الباب. ايش فيكم الله يهداكم الفير، الله جايين وفازعين طاقين الباب. انتوا لا يكون مضيعين الطريق. واي مضيعين الطريق؟ شايفتنا عميان؟ ما ادري ولا ما نفهم. قعدت نكتون؟ اي كيفنا النكت، تروحون ولا